ولذلك على من يكتب في وسائل التواصل ويعرف اللغة ويعرف الإملاء عليه أن يحرص على أن يكتب كتابة صحيحة حتى يبقي نفسه على ما تعلمه، لأنه إن انساق مع من يكتب هكذا من غير أن يدقق أو يكتب وهو جاهل فإن تلك الكلمة ترتسم برؤيته لها وبكتابته لها ترتسم عنده، وإذا به مع مضي الأيام إذا بهذه الكلمة تكتب خطأ، مثل ما يكتب البعض لما تسأله يقول مدري، يشبك أو يصل الميم بالدال، وسرت عند بعض الناس، لا ما أدري، يضع ما منفصلة عن كلمة أدري، مثلا مقدر، تعبير عند الناس مقدر، ما أقدر، ما أقدر، فلتفصل وهكذا، ولا تقل والله إني مستعجل. أنت تكتب في وسائل التواصل من أجل أن تتعلم وتعلم، فهذا أهم ما يكون من التعليم. ولذلك نرى أخطاء إملائية شائعة مما يدل على ضعف حقيقة. أنا أقول هم بين أمرين، إما ضعف وهذا هو الغالب، ضعف في اللغة العربية ومن بينها الإملاء، أو تهاون بعض المتعلمين. ولذلك درب نفسك ودرب من تتواصل معه على أن تكتب كتابة صحيحة ولا تكتب باللهجة العامية. وذلك بعض الناس ربما يكتب الآن حتى هم متخصصون في اللغة العربية يكتب لي مثلا بلغته المصرية، ما عرفش كذا وكذا، الآن لغة عربية، هذا خطأ. هذه وسائل خصوصا من طلاب العلم ومن المتعلمين عليهم أن يحرصوا على هذا الجانب حتى لا تضيع لغتك، حتى لا يضيع ما تعلمته من علم سابق.